إذن مشاهدينا، للحديث عن حصاد العراق الاقتصادي مع نهاية عام 2021 والأزمات المالية التي ألمت بالبلاد وأيضا التعهدات الحكومية بإنهائها، معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي. أهلا بك معنا أستاذ رشيد. أهلا وسهلا ومرحبا يا أهلا بك أستاذ رشيد. في ظل البيئة السياسية والأمنية والتشريعية، هل يتوقع أن ينتعش القطاع الصناعي والزراعي في العراق وأن يخرج من هذه الكبوة الطويلة المستمرة منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ شكرا سؤالكم للتوضيح. الحقيقة في ظل هذه البيئة مثل ما تفضلت، السياسية والأمنية والتشريعية، ونضيف عنها الظروف البيئية والمناخية والاحتباس الحراري اللي مؤخرا أثر على جميع الدول بما فيها أوروبا وآسيا وباقي الدول، هذا حقيقة ما ممكن أن ينعش الاقتصاد الصناعي والزراعي في ظل السياسات الجارية حاليا. يعني أكو تضارب بالسياسات وأكو تضارب في خطط الوزارات، وزارة خطتها تختلف عن وزارة أخرى. شوف ما يكون عندنا خطط بعيدة المدى وموحدة، ذاك الوقت حنقدر نقول أنه حيتطور الاقتصاد الصناعي والزراعي والسياحي وبقية أنواع الاقتصاد الأخرى، الصحي أيضا. نعم. أيضا هل تعتقد أستاذ رشيد أن استهداف هذين القطاعين الزراعي والصناعي كان مقصودا ومتعمدا، أم أن الظروف الاستثنائية التي رافقت الغزو وما بعده أودت بهذين القطاعين؟ بالتأكيد يعني عوامل الغزو أثرت تأثير كبير جدا على سير الاقتصاد العراقي ونمطيته، لأنه الاحتلال لما أجا غير كل القوانين والدساتير المعمول بها وأوقف جميع الخطط الاقتصادية والتنموية. إضافة إلى هذا، السياسية الظروف السياسية الآن أيضا اللي يعني رافقت بعد عملية الاحتلال أيضا أثرت تأثير كبير جدا بعد ما استقرت الأوضاع وعدم وجود يعني سياسة ثابتة للأحزاب والكتل السياسية وموحدة. قبل كانت أكو سياسات للدولة تعمل بها ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى، خطة خمسية وخطة عشرية وخطة قد تمتد إلى 20 وأكثر من 20 سنة وكانت تنفذ. يعني كانت وزارة التخطيط مسيطرة على التخطيط وخطط موحدة. الآن وزارة التخطيط مدت تتمكن من إيجاد خطط واستراتيجية بعيدة المدى، بحيث أنه إذا وضعت خطة اليوم لإحدى الوزارات، لنفرض وزارة أي وزارة، الوزير اللي مسلم حاليا حينفذ جزء من الخطة وعلى أساس أن يأتي الوزير اللي بعد أن يكمل المسيرة. لكنه للأسف احنا نلاحظ أنه الوزير الذي يأتي بعد الوزير السابق يغير جميع الخطط وحتى أثاث المكتب يغيره، إضافة إلى الكادر الوظيفي والخبراء اللي موجودين. وبذلك احنا ما حنتمكن من إيجاد وتدعيم اقتصاد قوي في ظل هذه السياسة. إذن لمصلحة من يبقى هذان القطاعان في حالة الموت السريري أو حتى الحقيقي وعدم الاكتراث لوضعهما حتى اللحظة؟ نعم، الكل يعرف أنه هذه المصلحة تتجسد في مصلحة الدول المحيطة والإقليمية والدولية. جميع الدول يعني من مصلحتها أن يبقى العراق اقتصاد ضعيف وسياسيا ضعيف حتى تتمكن من السيطرة عليه اقتصاديا وترويج بضائعها وسلعها ومنتجاتها، ويبقى العراق يعني ما عنده انتاج زراعي وصناعي. وفعلا العراق الان تاثر تاثير كلش كبير في ظل هذه الظروف البيئيه والبيئه السياسيه والاقتصاديه. اذا اردنا ايضا الحديث استاذ رشيد عن التداعيات السلبيه لبقاء العراق باعتباره دوله من دون احياء قطاعي الزراعه والصناعه بل وعموم الحاله الاقتصاديه في العراق، ما هي التداعيات السلبيه لذلك؟ بالتأكيد التداعيات حيكون بلد ضعيف ومسيطر عليه من القوى الإقليمية والدولية والسياسات المحلية، وبالتأكيد هذا حينعكس على المواطن بحيث يعني حيكون محي للطبقة الوسطى، أما أن تكون طبقة غنية وأما أن تكون طبقة فقيرة، وتحتاج الطبقة الغنية على الطبقة الفقيرة، هذا حيكون يعني. نعم، أيضا السؤال هنا أستاذ رشيد، هل تدرك الحكومة في ظل أزمتها الاقتصادية والمالية المزمنة والمتفاقمة أيضا أن جزءا من الحل يكمن بإعادة الحياة للقطاعين الزراعي والصناعي وتنشيطهما للتخفيف عن كاهل الدولة، أم أنها بعيدا كليا عن هذا الاستحقاق؟ نعم، الحقيقة الحكومة تدرك هذا،
السياسيين يدركون هذا، أنه يجب أن تكون حكومة قوية، اقتصاد قوي، مال قوي، يعني المشاكل كلها المتفاقمة يجب أن تحل. وهذا أمل كبير جدا بالسياسيين اللي سيتبعون المناصب، وخصوصا بعد ما اليوم تمت المصادقة على المرشحين لعضوية مجلس النواب، وبالتأكيد هذول يحملون في جعبتهم خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد الزراعي والصناعي وتطوير السياسة العامة للبلد. أملنا كبير يعني جدا بهؤلاء الفائزين إن شاء الله. نعم. يعني واتفقنا بقسم منهم وتباحثنا في هذا الجانب إلى حد اليوم مساء. نعم. إذن كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي، شكرا جزيلا لك.